كلام مهم جدا وخطير جدا، والتعبير اللي حضرتك استخدمته من تغير المناخ لانقلاب المناخ، هل ده بيحصل بواقع فعل دلوقتي؟ يعني زمان من فترة من الزمن كنا بنشوف التغيرات اللي حضرتك بتقولها دلوقتي انها ممكن تحدث على المدى البعيد او المدى المتوسط، يعني مثلا كمان 5 سنين 10 سنين، دلوقتي ما اصبحتش في المدى المتوسط او البعيد، هو المدى الواقعي الان ده بنعيشه حاليا. التغيرات الانقلابات المناخية دي بتعيشها او بيعيشها المصريين دلوقتي؟ احنا بنعيشها وبيعيشها العالم. يعني برضو عشان ما ننساش نتذكر جميعا حجم الحرائق للغابات اللي حصلت في أوروبا، وما ننساش ان نهر الراين ونهر الدانوب حصل قصور شديد جدا في المية، لدرجة انه المية كانت تقترب من قاع الأنهار. انت بتتكلم على أكبر نهرين في أوروبا مثلا. حجم الحرائق اللي حصل في كندا وفي أمريكا وفي أوروبا وفي تركيا وفي إيطاليا، في 12 دولة أصيبت بحرائق. الناس فاكرة حد بيولعها، محدش بيولعها، هو الورق الناشف ده لما بينزل على تحت الشجرة تحت مبلل بالمطر يطلع منه غاز الميثين. غاز الميثين ده أول ما يلقط الهواء يروح مولع في ورقة واحدة، خلاص بقى الورقة الواحدة تروح سحبالك ربع الغابة بقى. غير بقى طبعا القرارات الفظيعة اللي اتخذتها مثلا البرازيل، إنها قطعت يعني تلت حوض نهر الأمازون الغابات، ودي كانت أكتر غابات عاملة رئة للكرة الأرضية. إحنا كبشر أفسدنا رئة الكرة الأرضية. اللي بيحصل في الأمازون ده بيأثر علينا هنا في مصر؟ طبعا. وفي أي مكان في العالم؟ إحنا اكتشفنا إن الجفاف اللي ضرب أفريقيا كان سببه قطع غابات حوض نهر الأمازون. بسببها قطع، فين شوف نهر الأمازون في البرازيل، وأنا بكلمك على الصحراء الأفريقية واللي حصل في 12 دولة في أفريقيا تأثروا تأثر كبير جدا. فكرة التوازن، الجفاف، التوازن البيئي، يعني ما كله فعلا زي ما حضرتك تحدثت، كله هي يعني دائرة كلها متصلة ببعض. ده احنا بنتكلم من حتى النيتروباكترم اللي هي البكتيريا اللي بتطلع النشا اللي بتطلع الأكل للناس دي، لما احنا بيحصل هذا الجفاف هذه البكتيريا بتقل، يقوم يقل الإنتاج الزراعي. نعمل ايه؟ نروح مزودين الأسمدة، نزود الأسمدة يعني بنزود المواد الكيميائية فتفسد أكتر النظم الصحية، وبالتالي هي الناس محتاجة، البشرية تحتاج إلى مراجعة النظم الحالية، لأنه طبعا حجم الطاقة المستهلكة حاليا غير مسبوقة تاريخيا. يعني إن تقدر تقولي الكرة الأرضية لما بنبص لها على أنها شمعة، يعني مولعة كل حتة فيها مولعة في جزء، فالشمعة دي اللي احنا بنشكلها حلو في الصورة، لكن شكلها بقى في أكاسيد الكربون اللي بتطلعها، وإنها تعمل لك غلاف زجاجي. وإحنا لما بنقول الجرين هاوس جازز دي ظاهرة الاحتباس الحراري، بنحاول نشرح للناس إن الكرة الأرضية إحنا عملنا عليها طبقة زجاجية غير ملموسة، يعني أنا مش شايف إزاز، لكن نفس الأشعة تحت الحمراء اللي بتسخن سطح الكرة الأرضية ما بقتش عارفة تطلع بره الغلاف الجوي، لأنها وهي مش عشان تطلع هتخفف الظاهرة، فبتتحبس زي الطبقات، كل شوية نطلع شوية دخان تقوم تزود الحرارة، وإحنا نحبسها فوق سطح الكرة الأرضية أكتر. فيقول لك درجة حرارة سطح الكرة الأرضية زادت من 1، إحنا بنقول يا رب في 2050 ما تعديش 1.5 درجة. احنا ما بنقيسش درجات حرارة الطقس، لا، احنا بنقيس كل 100 سنة سخونة سطح الكرة الأرضية. ده فرق كبير جدا. وكل 100 سنة دي كنا بنعتبرها حاجة خطيرة، فدلوقتي احنا بنتكلم على 2050، خايفين في 2050 نعدي 1.5 درجة. لو عدينا 1.5 درجة يبقى المناخ بقى فعلا تحول من يعني تغير مناخي إلى انقلاب مناخي.